أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يشكله المؤتمر 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 من تجمع دولي هام يرفد جهود العالم لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وتحقيق الأمن البيئي، مشيرا سموه إلى دعم مملكة البحرين لكل جهد دولي يحقق الأهداف المناخية ويضمن مستقبلا أكثر أمانا للأجيال القادمة. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله في إطار حضور سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه المؤتمر 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ جناح مملكة البحرين في المؤتمر، حيث أكد سموه على أهمية المنتديات والمؤتمرات المعنية بالمناخ لتوحيد مسارات التعاون في مواجهة مختلف التحديات المناخية، لافتا سموه إلى حرص مملكة البحرين على الإسهام الفاعل مع المجتمع الدولي في تبني المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية. وقد اطلع سموه على جناح مملكة البحرين وما يحويه من زوايا تعرض المبادرات التي تتبناها المملكة من أجل الحد من آثار التغير المناخي ودورها في جذب الاهتمام للفرص الواعدة التي تقدمها مملكة البحرين في مجالات الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات البيئية، مشيدا سموه بالجهود الحثيثة التي قامت بها الجهات المعنية في هذا المؤتمر العالمي الهام. كما قام سموه حفظه الله بزيارة جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعدد من الدول المشاركة في المؤتمر، واطلع سموه على ما ضمته من عروض لأنشطة هذه الدول في المجالات البيئية والحفاظ على الأمن البيئي.